طيب باختصار كده علشان ما اطولش عليكم، انا الخص لكم حوار ام سليم وجبس مصر. طبعا ما فيش حد ما يعرفش جبس مصر وام سليم. الموضوع باختصار ان هم اتطلقوا، او بيقولوا ان هم اتطلقوا. بسبب ايه بقى؟ بسبب ان المفروض ان جبس مصر كان بيخون ام سليم، فهي ما عجبهاش الوضع فكلمته وحش فشتمته فاستفزته، فطلع عمل فيديو على التيك توك قال لهم تطلقي ام سليم في وشها دايركت. انا احنا كمتفرجين هنقول ده على طول حوار. ليه؟ لان الحوار ده حصل قبل كده مع احمد حسن وزينب، حصل مع مصطفى شعبان وكريستينا، فاللي هو الحوار مفقوس، فالموضوع غريب شويه بالنسبه لنا. ولكن مع جبس مصر الموضوع كان مختلف شويه، علشان الواد ده كان يعني ما كناش نتوقع منه حاجه زي كده بالامانه. بجيب لكم من الاخر، دايما كان فيديوهاته ان هو كان شاب على قده وبقى مجتهد وبقى يعمل فيديوهات والدنيا وسعت معاه وربنا كرمه، وما كناش بنشوف منه ان هو مثلا ممكن يعمل حوار او اتطلقنا او الجو ده. ولكن الغريبه هنا، انت واحد طلقت مراتك او واحد هتطلق مراتك، ازاي تطلعها على السوشيال ميديا؟ او ازاي هطلع اعمل فيديو اقول لها انت طالق؟ يعني الموضوع كان غريب شويه واحنا كنا مستغربين هو ايه اللي هو بيعمله ده. انا من ضمن الناس ما كنتش متابع الموضوع، بس طلعت اتكلم عليه في حاله واحده بس، لما لقيت الناس كلها طالعه تهري، واللي عارف بيتكلم واللي ما يعرفش بيتكلم. بس قبل ما ابدا الموضوع انا عاوزك تتاكد ان انا مش طالع اعمل الفيديو ده، ولا علشان اركب الترند على قفاهم، ولا علشان شويه مشاهدات، ولا علشان اعلانات، ولا الجو ده. وعموما انا مش هفعل اعلانات على الفيديو ده علشان الناس تعرف ان انا فعلا مش طالع اركب الترند على قفاهم. بعد ما جبس مصر عمل الفيديو وقال ان هي اتطلقت، طبعا ناس كتير استغربت ازاي ده، كانوا بيحبوا بعض، الموضوع حتى لو في بينهم زعل المفروض ما توصلش لكده وما توصلش لطلاق. لما جيت بحثت عن الموضوع عرفت ان هو المفروض كان بيخونها، وهي جت استفزته بالكلام، طلع هو طبعا كراجل وبتاع الاستفزاز ما جاش معاه سكه، طلع عمل لها فيديو وطلعها. طلعت هي في فيديو تاني قالت له ان انا هعمل عليك ارفع عليك قضيه واخد كل مستحقاتي وهاخد وهاخد وهاخد. جه جبس مصر النهارده نزل فيديو وقال لها ما ترفعيش عليا قواضي وما تعمليش وما تعمليش، وكل اللي انت عاوزاه انا هاخده، بس انا حته ان انا ارجع لك تاني مش هرجع لك. طيب احنا كمتفرجين هنعمل ايه، او ايه اللي المفروض، او فين الحقيقه، نعرف الحقيقه منين؟ باختصار كده عشان ما تتعبوش نفسكم، انت هتعرف الحقيقه كمان 10 ايام. هتقول لي ازاي هعرفها كمان 10 ايام؟ هقول لك اذا كان ده حوار كمان 10 ايام هتلاقيهم بيقول لك ان احنا رجعنا لبعض ومفيش اي حاجه والدنيا تمام والدنيا الف الالف ومش زعلانين من بعض. بس اللي خلانا شك ان الموضوع يعني حقيقي شويه، او اللي خلانا شك ان الموضوع فيه حاجه، ان هو طلع حلق شعره ودقنه بالمكنه وبتاع قدام الكاميرا، فبقيت مستغرب هو ازاي بيعمل كده. فحسيت ان في حاجه في الموضوع محدش يعرفها غيرهم. مهما كان تسمع فيديوهات لده طلع يهجز بكلمتين، وده طلع يهجز بكلمتين، وده طلع يستنفع له بشويه مشاهدات، وطلع يستنفع له بشويه لايكات، بس في الاول في الاخر محدش يعرف الحوار غيرهم هما الاثنين. فانت كمتفرج اصبر على نفسك 10 ايام، ما تستعجلش، هتلاقيهم هما لوحدهم جايين يقولوا لك والله احنا رجعنا لبعض. فانت هتقول اكيد كان حوار، يعني كل حاجه هتبان. لا اما بقى انتوا اتطلقتوا، المفروض ان انتوا اتطلقتوا يعني، وكل المشاجرات دي المفروض ان انتوا اتطلقتوا خلاص، مش هترجعوا لبعض مثلا زي ما انتوا بتقولوا، هي مش عايزاك وانت مش عايزها ومش هترجعوا لبعض تاني. ده لو انت فعلا بتتكلم جد وما بتعملش حوار. فانت سواء كنت بتعمل حوار علشان المشاهدات، فاحنا شفناك فعلا وبالفعل انت عملت مشاهدات من ورا الحوار ده. اذا كان انت بتتكلم جد فكل حاجه هتبان، فانت كمتفرج ما تستعجلش على الموضوع، كل حاجه هتبان لوحدها. دي كانت خلاصه الموضوع. سلام.